اشتغلوا عند احدى النساء خادم، ففي يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الزنا فسوف اقتلك وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا اعمل وهل امتنع وارضى بالقتل وما هو الحل؟ هذا سؤال الفضيلة نسأل الله العافية، والواجب عليه ألا يخضع عليه الأمر وأن يجتهد بالهرب من هرب البعد عنها وعن خدمتها، لأن هذا هو الواجب عليه، البعد عن ما حرم الله والتماس أي حيلة يستطيعها في البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على دعاية الفتاة. لكن لو فرض أنه ما استطاع وأنه ليس له خيار إلا الزنا أو القتل، فالله تصرح النقاء العلماء أنه يحضر مكره في هذه الحالة، وهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره إذا كان صادقا لا ينتشر ولا يستطيع الجماع، هذا هو المعروف، المكره يختل مزاجه وتختل نفسه، فلا يستطيع، فلو حاول ذلك لم يستطع، لكن لو قدر أنه أذن بهذا الشيء أو القتل، فكان هذا أسهل مع التوبة إلى الله ومع العلم يستطيع إذا كان صادقا.